أعزائي المشاهدين برحب بكم في لايف جديد على صفحات اليوم السابع. يعني كما نرى على عكس المتوقع، صدق أو لا تصدق، أمطار ثلجية في أسوان. الثلوج تتساقط من سماء أسوان في طقس يعني مفاجئ ولم تشهده محافظة أسوان منذ سنوات. أعزائي المشاهدين، يمكن مساء اليوم شهدت محافظة أسوان تقلبات جوية مفاجئة، بدأت بتجمع للسحب في سماء أسوان، أعقبها ظهور البرق المستمر كما نرى، ثم تساقطت أمطار غزيرة، والآن تتساقط الثلوج كما نرى أمام حضراتكم. الثلوج تتساقط في أسوان بغزارة. هناك أيضا يعني كما نرى أصوات للرعد والبرق في سماء أسوان، ظاهرة لم نراها منذ سنوات طوال، ويعني أسوان غير معتادة على تساقط الثلوج.